خويا انا واخو الضحيه سميتي حسين كرا. انا خويا النهار اللي توفى، النهار اللي قتلوا لي خويا هاد الناس هادو، نهار 25 في شهر 4 مارس، شهر 3 في شهر مارس. ومن اللي قتلوا لي خويا هاد الناس قتلوا لي مرتو ولدو، قتلوا لي خويا. ومن اللي قتلوا لي خويا جاو تيدقوا عليا، انا جاو تيدقوا عليا تيقولوا لي نوض، راه اخوك راه تيرشق فيه واحد بجنوي، فهمتي. من اللي مشيت انا تنجري ما لقيت حتى واحد، صافي لقيتو ميت، ما لقيتو لا تيتركل ولا لقيت يعني الدم كبد ميت بكري. هما تصوبوا وحده الوحده ونص ديال الوحده ونص ديال الليل، دق عليا قلت خويا بابا راه تيدق فيه واحد بجنوي. ملي مشيت انا ما لقيت حتى واحد، لقيت خويا ميت، ما لقيتوش حي يعني ولا تيتركال ولا الدم باقي تيسيل ولا، لقيته ميت يعني ميت بكري. انا ما ديت ما جبت هذيك الساعه، صافي انا دخلت بقيت يعني بقيت نبكي، صافي بقيت نتز نتخبط ما فهمت والو، فهمتي. داك الشيء علاش ملي بقيت نقول لهم كيفاش كيفاش، تيقول لك شفار من انا، صافي نويت شفار، فهمتي. شويه صافي دخلت ملي تا مشيت بحكا وطلع الصباح وجات لهذا لا بي جي والسلطه وداك الشيء، واحد اللحظه تلفت فيها هي ولدها خدام تيتحتوا بعضياتهم، فهمتي. انا تنبكي وتيتحتوا بعضياتهم هما، يعني زعما كجمع راسك راه السلطه جايه وراسك اش تقول وما تخافش ولا ما عرفتش هما شنو تيقولوا. هذاك الشيء علاش ملي تلحقنا داونا حنا لا بي جي لهيه، داونا لا بي جي شبكنا تنديروا هذيك الساعات، شبكنا فهمنا كل شيء، عاد فهمت كل شيء. هذاك النهار داونا، هذيك النهاريات السلطه عاقت في كل شيء، صافي فهموا كل شيء، فهمونا كل شيء بانه راه صافي شنو كاين شنو كاين، صافي من تما حنا نديروا، صافي فهمت كل شيء. جيت انا قاطع ياسي صافي عرفتهم هما، عاد هذيك الساعه بقات ترجع لي الذاكره، انا صافي في الاول صافي انا نويت شفار، فهمتي. وكوك هذا عاد نويت هذاك الشيء، فهمتي. الناس كلها بشات بانه راه شفار شفار، هو ما كاينش شفار، صدقت قاتله مرته وولدو، الدري والمراه، مرت خويا، مرت المرأة، تيقول لك راه طلق البقرة شفار كدا هادي، يعني أنا ما فهمت والو، يعني الباب مسدود، يعني الحوج فهمتي، ما كاين حتى حاجة، ما كاين حتى حاجة والو، ما فهمنا حتى حاجة. وحتى السلطة الحمد لله، الله يشدنا في السلطة، السلطات عاقت بكل شيء، يعني فهمت كل شيء شنو كاين، فهمتي، ولكن الحمد لله كل شيء فهم كل شيء. كان طالب بخويا دريس قرا مشى جثة غامضة، ما عرفنا السبب علاش مات. بغا دابا خويا بغا يتحقق ويبان الدري مشدود وهي ما مشدوداش، مراتو ما مشدوداش، وكذبات علينا وضحكات علينا وكتقول لينا راه الشفار اللي قتلو، والناس كاملين مشاو غالطين تيقولوا الشفار هو، راه ما كاين لا شفار لا والو، هي اللي قتلاتو هي وولدها. بغينا السبب خويا علاش مات، غصبات لي شبابو، بغينا خويا يبان لي حقه. 22 عام وهذه باش مزوجاش بيه، ما كاينه لا خلاف لا والو، دائما فاهمين دائما فاهمين، ولكن بغيت نعرف انا كيفاش خويا مات، بغيت نعرف خويا انا علاش مات، انا بغيت نعرف السبب خويا علاش مات. السبب انا خويا ما يمشيش جثة غامضة، بغيت نعرف خويا علاش مات. شدوها وداوهم هذيك الساعه من يخرجوا خويا، تداوها هي وولادها، وعاد خرجوا خويا داوه وجابوها حتى الثلاثه ديال الليل، جاوا مع الخمسه الصباح داوها هي وولدها، عاوتاني حتى الليل عاد جاو، وثلاث ايام وهي كتطلع وتهبط. ونهار السبت جاو داو الجنوي، داوها من الخنشه ديال الصيناج، وجروني هذاك الجدار من لا جودان جرني برا وقال لي راه هما اللي قاتلينو. وانا يا انا قلت لي سيدي انا ما مصدقاش هما اللي قاتلينو، قال لي وسيري دابا تاع تفاجئي، والله يشد لينا في السلطه، الله يشد لينا في السلطه، الله يشد لينا في السلطة. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وما نتخلاوش على الملف ديالنا، فهمتي، ما نتوفى ما نتخلاوش على الملف ديالنا نهائيا بصفة عامة. المهم الملف ديال خويا، الضحية ديال خويا ما خصوش يمشي هبات من تورا، يعني ضروري غنتابعوه بأي طريقة، غنتابعو خويا فهمتي. خويا ما خصوش يمشي الدم ديالو هبات من تورا، هادشي اللي تنعرفو حنايا إن شاء الله بحول الله. هما ما تيبكي ولا والو، فهمتي، ما تيبكي لا والو. مشيت انايا تيقولوا هو هذاك الشيء، دابا ملي قتلوه هما قتلوه وعلى خاطرو مات، وعاد جاو تيدقوا علينا، تيدقوا دار بدار، فهمتي، محل بمحل، ما تيدقوش يعني يغوت العداوة باش كلشي يتجمع، يعني تغوت على العداوة وكلشي يتجمع، ولكن هما تيدقوا محل بمحل، مي مخاصمة معها أصلا، فهمتي، يعني مشاجرة معها، ماشي مشاجرة معها، المهم تتهدرش هي وياها، أنت عارف هذاك الشيء ديال هذا، من هو من علاش أنت راه روح هذه خصك ضروري تدق على أمي. علاش ما دقيتيش على امي؟ مشات تدق على الناس الاخرين، خلات امي، انا عاد فيقت امي انا، قلت لها نوضي راه ولدك راه قتلو الشفاره، حتى انا مشيت هبت من تورا، فهمتي؟ هما راه حدايا الشفاره، هما الشفاره هذوك الناس، هما اللي صافي نهاو لخويا، قتلوه صافي جمعوا ليه، عاد جاو تيدقوا قال لي نوض نوض راه خوك راه صافي نوض راه با سميتو نوض راه با خدام تيدق فيه واحد تيدق فيه موس. ملي انا مشيت تنجري ما لقيت حتى حاجه،
لقيتو ميت صافي نديرو ما كاين لا حاله الدم الدمعه في البلاصه هذا حيت هما كانوا تيقولوا في الكوريف كذا ما كاينش نهائيا ميت في بلاصتو وفي غرفه النوم ميت في غرفه النوم هو ميت يعني في كوري ولا هذا فين تما تما ميت في غرفه النوم في كان ناس يعني تعرف هذا بيت ديال الناس صافي مقتول تما وصبروا عليه يعني هو ميت بكري نضرب نجي ملي نضرب هذا كانت هي تعتق لكن خويا ما عتقاتوش خلاته مات على خاطره وعاد جات تاذى ببروده لا بكى لا حتى حاجه فهمتي ما كاين حتى شي حاجه يعني حنا خدمنا تخبطوا وعاد مشات هي علمت العائله ديال قالت لهم راه الوالد مال الوالد ولا المهم شو هذاك الشيء بيناتهم فهمتي هما في راسهم وحنا ما في راسناش خدام حنا تنتخبطوا على هنا مع خونا وهما ما تيخدم تيقضيو غاراتهم يعني على بنتهم وداك الشيء مشاو تيقضيو غاراتهم يعني انا هذا السبب هو اللي بغيت نعرف شنو هو هذا السبب هو اللي بغيت نعرفه انا فهمتي هي ما تقولش لينا نهائيا فهمتي كون عينها تقول لنا تقول لنا النهار الاول رصاو راه ولدي اللي قتل مثلا فهمتي تسمي كل دابا هي سماها كل شيء في ولدها وهي خارجه يعني قريه يعني علم الله واش دفعت فلوس ولا ما عرف ما الله اعلم فهمتي هادشي اللي كاين حنا الله اعلم ما نقدروش هذا ولكن هي خارجه ولكن قتلوه راه قتلوه بجوج يعني جوج في المحل ثلاثه في المحل جوج قتلوا واحد لا عنده صغير واحد عنده عامين وواحد عنده 11 سنه باقي صغيره صغار الاخرين 17 سنه عنده هذاك بعد مرات كانت يعني تيدي على حساب القرايه ولا حساب فهمتي بزاف على حساب المصلحه ديال الدري فهمتي خويا كان على حساب المصلحه ديال الدري ولكن الدري بحال ما تقبلش ديك المصلحه هادشي علاش هذا ولكن باقي ما عرفش الحقيقه ديالهم هما شنو علاش قتلوه بغينا نعرفوا علاش قتلوه بالضبط بغينا نعرفوا هادشي اللي بغينا حنا دابا نديرو فهمتي بغينا نعرفوا والله يشد لنا في السلطه الله يشد لنا في السلطه وحنا الحمد لله راه باقي نتبعهم قضائيا وكلشي حنا راه ما نتزاقلوش مع الملف هادشي اللي بغينا نعرفوا خويا انا نهار الواقع اللي وقع داك النهار مع نهار الاربع في الليل مع الوحده ونص جاو عندي انا الاخر مشاو عند العائله ديالو هي الاولى ديال امها علموهم عاد جاو عندي انا الاخر بقيت جيت لقيت خويا في البيت النعاس ديالو مقبل مضروب الدم بارد مغطي تنسولو الدري تيقول لك شفار تزوط من هنايا ضربوه في الكوري هزيناه انا وماما دير ملي كنمشيو للكوري ما تلقاو حتى شي حاجه حتى شي اثار ديال الدم ما كنلقوه الام ديالو تنسولوها تقول لا جاو الشفاره داروا ليه فعلوا ليه ومني ديك الساعه المخزن عرف الحقيقه حنا ديك الساعه حنا ما عرفناهاش المخزن عرف الحقيقه طلعونا حنا لابريكات سي سي لبيجي صراحه ما عصبوش علينا شي حاجه عرفوا الحقيقه ما كرفوناش عرفوا الحقيقه في البلاصه وصافي ديك الساعه صافي جينا عاود اللي غد نهار جمعة او ثاني رجعنا صافي قالنا ديك الصبحيه قالنا صافي سيروا هذا عرفنا مول القضيه ولدك وانا بغيت حق ولدي وغايت حق ولدي بغيت حق ولدي انا طالبه حق ولدي هي راه مطلوقه راه بين هي وانا ولدي وقولي بغيت حق ولدي عيطي وقولي بغيت حق ولدي بغيت حق ولدي انا ما يمشي يجيبها لو يجيبها دافي دافي تهز عليا من هنايا قولها تهز عليا من هنا دات انا دات وي ولدي انا دات كان خدام عليا بدا يعاوني انا دات لي ولدها مشدود وانا ولدي مشى بحالاتو حنا اللي خايفين على راسنا حنا اللي مجرمين دايرين بينا تهز من هنا فهمتي تهز من هنا هادو اللي داروا هاد الحاله لخويا راه يقدوا يديروا علينا حنا حنا ما عارفينش علاش رجاله امي مراه رجاله ما كاينش اللي معاها حنا عائله فقيره الحاله كيفاش كتشوف ما عندنا ديور ما عندنا حتى شي حاجه سولوا كلشي لا يعرف هادو ولاد العربي كرا كيفاش دايرين وكيفاش عايشين ومجرمين يبقى بنادم عايش معاك هنا راه مشكله راه مشكله كبيره كاع ما عنده مسكين حتى شي حاجه شادو ولا راه اكتيفات ولا تيخدم بحالنا بحالو